انت رايح كده من غير ما حتى تسلم علينا؟ عندي شغلة يا زينب. مرتضى انت واخد بالك انك ما بصيتش في وش بنتك من يوم الولادة؟ انا ما بعرفش العيال في السن ده. انا بقول لك بص في وشها بس. زينب خلصنا، عندي شغل. واخرتها يا مرتضى؟ اخرت ايه؟ اخرت اللي احنا فيه. انا من يوم ما ولدت وانت لا طايق تكلمني ولا تبص في وشي انا كمان. زينب انا مش ناقص الكلمتين دول خالص، انا على اخري، سيبيني بقى اشوف اكل عيشي. بس انا مراتك وليا عليك حق، ودي بنتك وليها هي كمان حق عليك زي شغلك. ناقصكوا حاجه؟ انطعي. لو على الاكل والشرب انت مكفينا وزياده. تمام، احمدي ربنا بقى على كده واقفل عليكي بابك. ها بس انا مش شغاله بلقمه عيش يا مرتضى. جري يا زينب، عايز تقلبيها خناقه؟ يلا. بالعكس انا عايزه نتصافى وتشيل من دماغك اللي الشيطان موسوس لك بيه ده يا مرتضى. خالص اللي انت بتعمليه ده يا زينب هيدخل الشيطان من 100 باب، وانت عارفه مرتضى انا في عصبيتي ما بشوفش. يا مرتضى افهم، اكيد انا كمان كان نفسي اخلف لك الولد اللي انت نفسك فيه، بس دي اراده ربنا. ما خلصنا خلصنا كل ده عشان بقول لك نتصافى؟ لا عشان بتفكريني باللي انا عايز انساه. طب جرب تشيلها، جرب تاخدها في حضنك، والله هتشوف ازاي قلبك هيصفى وبالك هيرتاح، والله قلبك هيتفتح لها. اه حلوه حلوه، ربنا يخليها لك يا مرتضى ويخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. عشان خاطري افهم، انا بحبك يا مرتضى، عشان خاطري ما تخليش حاجه تبوظ الحب اللي جوايا ليك في قلبي. عارف، واثق انك عارفه ان انا كمان بحبك، بس النفس ضعيفه بقى يا زينب، تخلي الواحد يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. قصدك ايه يا مرتضى؟